صباح الخير عمار، حسين، بندر، وداد، هبة، محمد باهر، غفران، نور الهدى. صباح الخير جميعا، عم تسمعوني؟ برحب فيكم بمحاضرة الإدارة المالية اف ام 107 ضمن إطار الفصل الدراسي اف 18 لبرنامج الام بي اي. طبعا محاضرتنا اليوم الجمعة كموعدها الساعة 10 بعد توقيت رمضان، وهي موجهة للشاب الثالثة، بس أنا برحب بالطلاب اللي حضرانين معنا من بقية الشعب، سواء من الشعب الأولى أو الشعب الثاني. الآن عنا رح ندخل بموضوع مهم جدا اسمه التوصيف الاستراتيجي للوضع المالي للمنشأة، لكن قبل ما ندخل فيه الوقت بيسمح لي انه انا ارجع 10 دقائق 12 دقيقة لاحكي عن البحث الاخير يلي اخذناه مع بعض. بالواقع بنصحكم بالتركيز عليه يا امين، لانه هو في غاية الاهمية لثلاث اشياء. علميا هو من اهم الابحاث، تطبيقيا بالحياة العملية كبرنامج ام بي اي الادوات، لانه برنامج الام بي اي الغاية منه هو انه نزود الطلاب بمجموعه من الادوات يلي تساعدهم على النجاح باداره منشاتهم، سواء كانوا بيملكوها او بيديروها. والشغله الثالثه هي انه بالنسبه للامتحان، طبعا هذا البحث رح يشكل لا يقل عن 30% من اسئله الامتحان. لذلك انا بتمنى انه ركز عليه، ورح نعمل له مراجعه من الالف للياء خلال 12 دقيقه. مناف تمام بدون المايك. هلا نحن بلشنا بهذا الموضوع من عند تحليل التكاليف، قلت لكم وقتها انه التكاليف الى ثلاث انواع يلي بنستخدمها بالاداره، ثلاث انواع: تكاليف ثابته، وتكاليف متغيره، وتكاليف مختلطه. وتعلمنا كيف نحسب نطلع شو نوع التكلفه وشو معادلتها. حتما رح يكون في اسئله ينطلب منكم فيها انه تحددوا نوع التكلفة او تطلعوا معادلتها. العملية بسيطة وقتها حكينا عنها بشكل كثير بسيط. هلا بعد منها انتقلنا اذا بتتذكر يا حسين لتحليل العلاقة بين الكلفة والحجم والربح، وشفنا كيف بنحسب نقطة التعادل، وعرفت لكم نقطة التعادل انه هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده الايرادات الكلية مع التكاليف الكلية فلا تحقق المنشأة أي ربح أو خسارة. إذا نقطة التعادل أو حجم التعادل هي ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة الذي تتساوى عنده الإيرادات مع التكاليف فلا تحقق المنشأة أي ربح أو خسارة، هي اسمها نقطة التعادل. وتعلمنا كيف نحسبها سواء كان عندنا منتج وحيد او عنا مجموعة كبيرة من المنتجات او عنا بعض المنتجات. اتدربنا على حسابها بتلو ثلاثة. كمان رح يكون في عنا اسئلة عليها حتما. نقطة التعادل تساوي التكاليف الثابتة على سعر بيع الوحدة ناقص الكلفة المتغيرة للوحدة، او هذا اذا منتج وحيد، او على نسبة عائد المساهمة اذا كان عنا عدد كبير من المنتجات. بعد مما شرحت لكم نقطة المبيعات المستهدفة، إذا بتتذكر يا غفران إن المبيعات المستهدفة هي ذلك المستوى من النشاط الذي يضمن للمنشأة تحقيق ربح محدد قدره كذا. وإلا هي نفس القانون تقريبا، بس بنضيف على البسط الربح المستهدف، يعني بصير القانون يلي بنحسب فيه ربح المبيعات المستهدفة التكاليف الثابتة زائد ربح المستهدف على عائد المساهمة. إذا نقطة التعادل تساوي التكاليف الثابتة على عائد المساهمة، بينما المبيعات المستهدفة تساوي التكاليف الثابتة زائد ربح المستهدف على عائد المساهمة اللي هو الفرق ما بين سعر البيع والكلفة المتغيرة. إذا عندنا عدد كبير من المنتجات، بدل ما نستعمل عائد المساهمة نستعمل نسبة عائد المساهمة. بتتذكروا حكيت لكم عن صيدلية فعندها آلاف المنتجات،
فبتقسم على نسبة الربح، نسبة عائد مسامة 20%، فبيطلع معنا قديش قيمة مبيعات تعادل، يعني الصيدلية قديش أو السوبر ماركت قديش لازم تكون قيمة مبيعاتها لحتى تغطي تكاليفها ولا تربح ولا تخسر. كل المبيعات اللي بتنباع فوق نقطة التعادل بصير عائد المساهمة تبعها ربح للمنشأة، وإذا المنشأة ما قدرت توصل لنقطة التعادل بتكون عم تخسر لأنه بتكون تحت نقطة التعادل. كمان رح يكون في بالفحص أسئلة على المبيعات المستهدفة. حكيت لكم أيضا على هامش الأمان ونسبة هامش الأمان. إذا بتتذكري يا هبة قلت لكم انه هامش الامان مدى الابتعاد عن نقطة التعادل طبعا نحو الآلة، بس الافضل انه نحسب نسبة هامش الامان يلي هي المبيعات ناقص مبيعات تعادل على المبيعات، تمام، لحتى نشوف انه في خطر علينا، لانه اذا اقتربنا من نقطة التعادل ممكن يدخل اي منافس وينزلنا تحت نقطة التعادل. وحكي ونهينا المحاضرة تبع تحليل العلاقة بين كلفة والحجم والربح بانه كيف نتعامل مع القصة في حال وجود محددات للتكلفة، وشرحت لكم قصة المخبز اذا بتتذكروا يلي عنده 5 منتجات والدولة بتعطيه كمية محددة من الطحين، او الآلة المعمل يلي عنده آلة واحدة عدد ساعاتها كذا، او الشركة اللي عندها عدد عمال محددين، هذا كله اسمه محددات التكلفة. بعد فلان انتقلنا لمجموعة كبيرة من القرارات يلي بتساعد الإدارة على اتخاذ قرار، مجموعة من الأدوات العلمية المالية يلي بتساعد الإدارة على اتخاذ قرارها بشكل علمي سليم، وإنها بترتكز بشكل كبير على البيانات المالية وبيانات التكاليف. ليش؟ لأنه بيانات المالية يا بندر هي أولا هي جاي رقمية، ثانيا هي جاية من واقع مستندات مؤيدة لها، لذلك نحن بالواقع نعتمد عليها بشكل كبير. لكن حتى البيانات المالية تكون مفيدة باتخاذ القرار لازم تحقق شرطين، اولا لازم تكون مستقبلية، ثانيا لازم تختلف باختلاف البدائل. اذا ما اختلفت باختلاف البدائل ما بتعود بتفيدني باتخاذ القرار. بلشنا بالقرارات، اول شيء حكينا عن سعر البيع الامثل، قلت لكم يعني وكل واحد من هالقرارات عليه بالامتحان سؤال او اثنين، ما تقولوا ما قلت لكم يا وداد. سعر البيع الامثل عرفته بانه هو ذلك السعر الذي تحقق عنده المنشأة اعلى ربحية على المستوى الاجمالي، وإلا انه لما بيكون انا بدي نزل منتج طبعا انا رح يكون عندي عدة بدائل للتسعير، فلازم اعرف شو هو السعر الامثل اللي عنده بقدر حقق اعلى ربحية. قلت لكم كيف تحسبوه، انها بتحطوا عدة بدائل وبتحسبوا لكل بديل الفرق بين سعر البيع والكلفة المتغيرة، وبتعملوا دراسة تسويقية بتبين لكم قديش عدد الوحدات المتوقع بيعها بحسب كل سعر. طبعا المنطق والعقل بيقول انه كل ما رفعنا السعر تقل المبيعات، وكل ما خفضنا السعر تزيد المبيعات. نضرب المبيعات المتوقع بيعها ضرب عائد المساهمة تبع السعر او هامش الربح، فبيطلع معنا قديش الربح المتوقع عند هذا السعر، بنقارن النتائج مع بعضها وبنختار السعر اللي بيعطينا اعلى ربحية. انتقلنا بعد منه يا محمد ماهر لنقطة تماثل السعر. قلت لكم نقطة تماثل السعر يا ليندا بنستعملها لما بيكون عنا منتج او خدمة عم نقدمهم بسعر معين وبيجينا مقترح انه غير السعر، هل نقبل المقترح ام نرفضه؟ قلت لكم بهيك حالة نعتمد على نقطة اسمها نقطة تماثل السعر. ونقطة تماثل السعر يا يامن تعريفها هو ذلك المستوى من النشاط الذي تحقق عنده المنشأة أرباح بالسعر الجديد تساوي الأرباح التي كانت تحققها بالسعر القديم، يعني كم وحدة لازم أنتج وبيع بالسعر الجديد حتى أربح على الأقل نفس الربح اللي كنت عم حققه بالسعر القديم. كيف بتنحسب؟ بتنحسب على خطوتين. بالخطوة الأولى بنحسب الربح الحالي، حاليا شو عم نربح، بنشوف قديش كم وحدة عم نبيع
قديش هامش الربح تبع كل وحده نضربهم ببعض قد يطلع معي الربح الحالي. الخطوه الثانيه بقسم الربح الحالي على هامش الربح تبع السعر الجديد، يعني الفرق ما بين سعر البيع الجديد والكلفه المتغيره، فبيطلع معي نقطه تماثل السعر، يعني كم وحده لازم انتج وبيع بالسعر الجديد حتى احقق نفس الربح يلي كنت حققه بالسعر القديم. بعدين بعمل دراسه تسويقيه وبشوف قديش عدد الوحدات المتوقع بيعها بالسعر الجديد، فاذا كان مستوى النشاط يا غفران اعلى من نقطة تماثل السعر بنوافق على المقترح وبنغير السعر، سواء كنا عم نزيد السعر او عم نخفض السعر. اما اذا كان مستوى النشاط المتوقع بالسعر الجديد اقل من نقطة تماثل السعر فبنرفض المقترح وبنحافظ على السعر الحالي. اخذنا عليه تمرينين، واحد عن شركة الطيران العربية السورية، واحد عن مؤسسة نقل داخلي. وطبعا نحن مو شرط النقل، ممكن كنا ناخذ أمثلة أخرى. انتقلنا بعد منه لقرار كثير هام وخاصة للامتحان يا محمد ماهر. القرار كان يا مناف هو قبول أو رفض طلبية. أنا عندي منتج عم بيع الوحدة ب100 ليرة وبتكلفني 60 ليرة. طيب انا اذا اجاني زبون طلب مني 100,000 وحدة بس ما اعطاني 100 ليرة، طبعا اعطاني سعر اقل على الغالب، فاقبل الطلبية ولا ارفضها؟ قلت لكم يا وداد اذا بتذكري لحتى نتخذ هالقرار لازم نسأل حالنا يا نور الهدى 4 اسئلة. اول سؤال، عندنا طاقة غير مستغلة ولا طاقتنا مستغلة بالكامل؟ السؤال الثاني يا بندر، الطلبية اذا قبلتها بدها تكاليف ثابتة اضافية ولا لا؟ السؤال الثالث، السعر اللي عم يعطيني اياه اقل من الكلفة المتغيرة ولا اعلى من الكلفة المتغيرة؟ السؤال الرابع، يا ترى اذا قبلت انا هالطلبية ممكن قبولي للطلبية يؤدي الى انخفاض الكلفة المتغيرة للوحدة، اما من خلال انه انا بصير بشتري مواد بكميات كبيرة فبحصل على خصم وبينعكس إجابة مو على الطلبية على كل الإنتاج، أو إنه قبول هذه الطلبية سوف يزيد حجم الإنتاج، وزيادة حجم الإنتاج تزيد سرعة العامل أثناء تصنيعه بسبب سلم التعلم أو الخبرة، وبالتالي بينخفض الزمن لازم لتصنيع الوحدة وبتقل كلفة الوحدة من الأجور، وبالتالي بتنخفض كلفة الوحدة من التكلفة المتغيرة. بعد ما تجينا الاجابات بنلاقي حالنا امام الاحتمالات التالية. الاحتمال الاول انه انا عندي طاقة غير مستغلة والطلبية ما بدها تكاليف ثابتة اضافية، بقبلها بشرط انه يكون السعر المعروض اعلى من الكلفة المتغيرة. ان شاء الله يعطيني 70 ليرة بربح الوحدة 10 ليرة ضرب 100,000 وحدة فبربح 1,000,000 ليرة سورية. هلا الاحتمال الثاني، اذا الطلبيه بدها تكاليف ثابته اضافيه، بنقسم يا بارعه بنقسم التكاليف الثابته الاضافيه على هامش الربح تبع الطلبيه، عائد المساهمه تبع الطلبيه، يعني الفرق ما بين السعر اللي عم يعطيني اياه والكلفه المتغيره. فبيطلع معي قديش لازم يكون الحد الادنى للطلبيه لحتى تغطي تكاليفها الثابته الاضافيه لحتى اقدر اقبلها. فاذا حجم الطلبيه اكبر بقبل، اذا اقل برفض. بعد منا الحالة الثالثة، انه السعر المعروض اقل من الكلفة المتغيرة. هلا اذا السعر المعروض اقل من الكلفة المتغيرة بنرفض الطلبية وما في مجال للتفكير سواء بدها تكاليف ثابتة اضافية او لا، سواء عندي طاقة مستغلة ام لا. اذا السعر المعروض اقل من الكلفة المتغيرة وما ممكن انه قبولي للطلبية يؤدي الى انخفاض الكلفة المتغيرة، برفض. هلا اما اذا كان السعر المعروض اقل من الكلفه المتغيره وقبولي للطلبيه سيؤدي الى انخفاض الكلفه المتغيره للوحده، فبهيك حاله بدي اضطر اعمل تحليل تفاضلي، يعني بحسب بالورقه والقلم النتيجه في حال قبول الطلبيه وبحسب نتيجه في حال رفض الطلبيه، وبضوء النتائج بتخذ. انتقلنا بعده على قرارين ما حاحكي عنهم، يلي هن قرار الشراء او الصنع لانه اخذناهم بس نظري،
والقرار الشراء او السرقه. بس المختصر انه انا لما بيكون احد المكونات اللي بستعملها بالانتاج تبعي ممكن اشتريه او ممكن صنعه، فشو اعمل؟ العمليه بسيطه، بحسب كلفه الشراء وبحسب كلفه الصنع وبختار اللي اقل تكلفه. الموضوع الثاني اللي ما حركز عليه كمان اللي هو ايقاف نشاط خاسر. فانا اذا كان عندي عده انشطه واحد منهم خاسر ما لازم اتسرع واتخذ قرار بايقاف هذا النشاط. ليش؟ لانه التكاليف الثابته تبع المنشاه تم توزيعها على الانشطه وهو تحمل بجزء من التكاليف الثابته، وهي التكاليف الثابته لا يمكن التخلص منها. فاذا انا سكرته وحصته بدها تتحمل على باقي الانشطه، وممكن يؤدي ذلك انه الى انخفاض الارباح بدل زياده الارباح. نقطتين مهمين للفحص اخذتهم بنهايه المحاضره الماضيه، الاولى هي الحجم الاقتصادي للطلبيه. قلت لكم لما المنشاه بدها تجيب احتياجاتها لازم تحدد قديش حجم الطلبيه من المواد الاوليه اللي بدها تجيبها. ويلسون حللنا المشكله واعطانا قانون، احفظوه لا تنسوه يا محمد ماهر. الحجم الاقتصادي للطلبيه يساوي تحت الجذر 2 ضرب الاحتياجات السنويه ضرب كلفه الطلبيه على متوسط تكلفه تخزين الوحده. مهم جدا جدا للفحص، وبالحياه العمليه ممكن تلاقوه باكثر من مكان. اخر فقره شرحناها الدرس الماضي كانت عن نقطة حد السواء، هامة جدا جدا جدا. نقطة حد السواء يا حسين نستعملها لما بيكون في عندنا بديلين. البديل الأول يا ليندا تكاليفه الثابتة مرتفعة لكن الكلفة المتغيرة منخفضة. البديل الثاني بالعكس، تكاليفه الثابتة منخفضة لكن الكلفة المتغيرة مرتفعة. عرفت نقطة حد السواء بأنه هي ذلك المستوى من النشاط الذي تتساوى عنده التكلفة الكلية الثابتة والمتغيرة للبديل الأول مع التكلفة الكلية الثابتة والمتغيرة للبديل الثاني. وتلكم كيف تحسبوها؟ بتقسموا الفرق بالتكاليف الثابتة على الفرق بالكلفة المتغيرة. مو البديلين في فروقات بيناتهم، بتقسموا الفرق على الفرق الزيادة بالتكاليف الثابتة على الوفر بالكلفة المتغيرة، فبيطلع معكم قديش نقطة حد السواء. وفعلا إذا جربتوا إذا هذا المستوى النشاط سواء اخترتوا البديل الأول أو البديل الثاني رح تطلع الكلفة نفسها. هلأ كيف نتخذ القرار؟ إذا كان مستوى النشاط يساوي تماما نقطة حد السواء شو ما بدك تعمل؟ اسمع نقطة حد السواء، اختار البديل الأول أو الثاني نفس الكلفة. إذا كان مستوى النشاط يا عمار أعلى من نقطة حد السواء بتختار البديل يلي كلفته المتغيرة أقل، لأنه بهالحالة هي بتكون الوفرات بالكلفة المتغيرة أكبر بكثير من الزيادة بالتكاليف الثابتة. يعني أنا أخذنا مثال الموبايل إذا بتتذكروا بنهاية الدرس الماضي، خط مسبق الدفع وخط لاحق الدفع. طلع معنا نقطة حد السواء، نقطة حد السواء 150 دقيقة. فأنت وبدك توفر بكل دقيقة 4 ليرات، بس بدك تدفع 600 ليرة زيادة هذا الرسم السنوي التكاليف الثابتة. هلا إذا بتحكي عدد كبير من الدقائق، يعني أنت رجل أعمال مثلا أو تحكي لك 1000 دقيقة، طبعا 1000 دقيقة رح توفر فيهم بكل دقيقة 4 ليرات، رح توفر 4000 ليرة بالمقابل رح تدفع فقط 600 ليرة. أما إذا كان مستوى النشاط أقل من نقطة حد السواء فبنختار البديل يلي كلفته الثابتة أقل. ليش؟ لأنه بهيك حالة بتكون الوفورات بالكلفة المتغيرة ما بتغطي هالزيادة اللي بيدفع أنا بالتكاليف الثابتة. رجاءً كل شيء أنا قلته عليه أسئلة، يعني مجموع الأسئلة تقريباً 20 سؤال من أصل 50 من خلال هالنقاط، لأنه هي عملية تطبيقية سهلة ولازم تكونوا أتقنتوها بشكل أكيد. نحن ننطلق للجزء الثاني تبعنا اليوم. طبعا انا اخذت هالجزء مشان ثبت لكم معلوماتكم ونبهكم للامتحان، وبنفس الوقت انا البحث تبعي بيتحمل لانه ما هو طويل وما بقدر ادخل بالبحث الكبير اللي بعده. هلا
المدير المالي بلش بده يدخل بقى بلعبته المالية المالية المالية. فأول شغلة لازم يساويها اليوم تعينت أنا مدير مالي بالشركة. طيب شلون بدي بلش اشتغل؟ أول شغلة لازم أعمل يا بارعة، لازم أعمل توصيف استراتيجي للوضع المالي للمنشأة. سؤال تعداد لي شو هذا التوصيف الاستراتيجي للوضع المالي للمنشأة؟ العملية بسيطة، شوفي كيف يا هبة. الطبيب لما بيجي مريض بده يعرف شو مشكلته وشلون بده يعالجه، شو بده يعطيها. طبعا بده معلومات، مو معقول يقول له هيك دغري انت معك مرض قلب روح اعمل قسطره، ما بصير. هلا اول شيء بده يشوف قديش عمره، قديش وزنه، يعمل يفحص له ضغطه، يعمل له بعض التحاليل، يعمل له صور للصدر، تمام؟ بضوء النتائج هي كلياتها بيقدر يحدد شو مشكلته، وبيقدر بالتالي تحديد شو شلون كيفية العلاج. هون نفس الشيء، المدير المالي اليوم تعين بمنشأة لازم يلاقي جواب على مجموعة كبيرة من الأسئلة. من أهمها، المنشأة جديدة ولا قديمة؟ بأي مرحلة من مراحل عمرها؟ السؤال الثاني، يا ترى المنشأة حصتها السوقية كبيرة ولا قليلة؟ طيب السؤال الثالث، السوق تبع المنشأة، السوق المنتج اللي عم تبيعه المنشأة عم ينمو ولا بحالة ركود؟ طيب الموارد المالية تبع المنشأة كبيرة ولا صغيرة؟ السؤال اللي بعده، الاحتياجات المالية تبع المنشأة كثيرة ولا قليلة؟ إذا مجموعة كبيرة من الأسئلة لازم يسألها ويلاقي جواب عليها. بس لقى جواب عليها بيقدر يتخذ القرار المناسب باستراتيجية اللي بده يستعملها لحتى يديرها يلعب دوره كمدير مالي بنجاح. نحن حنركز بالتوصيف الاستراتيجي للوضع المالي للمنشأة على أداتين. أول أداة يا غفران هي دورة حياة المنشأة. قال المنشأة يا يامين بتمر بحياتها بمراحل مثل الإنسان، كيف الإنسان بيخلق خدج، بعدين بيصير طفل، بعدين بيصير شاب، بعدين بيصير عجوز، بعدين بيتوفى. يعني نفس الشيء المراحل الخمسة للمنتج للإنسان للمنشأة لازم يمروا فيها. بس بقى في منهم بيحاولوا انه يعني بتلاقوا واحد عمره 70 سنة ومضبط حاله وصادق شعراته ما هيك وعم ياخد اوغمانتين، لا مو اوغمانتين شو اسمه، الفيتامين، فيتامين ايش، اوميجا 3 عفوا، اوميجا 3 وهكذا، لحتى يعمل رياضه لحتى يحافظ على حاله لاطول فتره ممكنه. لذلك شركه الحافظ بتحط اعلانات 50 عاما نزدادوا شبابا. يعني نحن صرنا 50 سنه لكن والله لساتنا ما هرمنا وما في خطر علينا. المهم طبعا كيف هي بتحافظ على شبابها حنحكي عنها بعد شوي. اوميجا مزبوط يا غفران. المهم انتي صيدلانية؟ ذكريني انا. المهم طيب نرجع على موضوعنا. اذا حنشوف المنتج او المنشأة شلون بيمروا بحياته. المنشأة بتمر بحياتها بخمس مراحل. اول مرحلة بسموها مرحلة الاعداد، المرحلة الثانية بنسميها مرحلة الانطلاق، الثالثة اسمها مرحلة النمو، الرابعة مرحلة النضج، واخر مرحلة اسمها مرحلة الزوال، مرحلة الزوال. اذا خمس مراحل، مرحلة الاعداد، مرحلة الانطلاق، مرحلة النمو، مرحلة النضج، واخيرا مرحلة الزوال. شلون المدير المالي تمام، شلون المدير المالي يا وداد بده يعرف حاله هو بأي مرحلة المنشأة اليوم تعين فيها؟
برضه يسأل، برضه يسأل، بده هو لحاله يلاقي الجواب. وانتم بالفحص هيك بدكم تعملوا، يعني انا هلا حاعطيكم سمات من خلالها بدكم تقولوا لي المنشأة بأي مرحلة، تمام؟ من خلال سماتها، لأنه كل مرحلة لها سمات. نبلش بأول مرحلة يا يامن، اللي هي مرحلة الإعداد. مرحلة الإعداد يا باري عام هي المرحلة يلي بيتم فيها تأسيس الشركة أو المنشأة. بيتم تصميم المنتجات، بنعمل دراسة جدوى للمنشأة، بناخذ نحصل على التراخيص اللازمة من وزارة الاقتصاد، من وزارة من غرفة التجارة لممارسة المهنة، وغير ذلك. اذا المرحلة هي مرحلة تأسيس، تصميم منتجات، دراسة جدوى، اعلانات، الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة العمل. هالفترة هاي يلي اسسوا الشركة المنشأة بيتحملوا كل المصاريف، لانه نحن اذا كان بدنا نساوي شركة مساهمة، انا ويامن وليندا ومناف، بدنا نساوي شركة مساهمة برأس مال مليار ليرة سورية، طب شو بنعمل؟ نحن اول شيء بدنا نأسس شركة، بدنا نعمل دراسة جدوى، بدنا نحدد شو بدنا نشتغل، بدنا ناخذ الموافقات، وبعدين بنبلش نبيع اسهم بيدخل مساهمين جدد. طيب مين انبلى باول مرحله، مرحله الاعداد، بدراسه الجدوى وتصميم المنتجات ودفع المصاريف؟ المؤسسون يلي اسسوا الشركه هن يلي دفعوا. طيب بركي فشلت المنشاه وما انتقلت من مرحله الاعداد لمرحله الانطلاق، بيكونوا اكلوا هوا مثل ما بيقولوا، يعني بيكونوا المؤسسين بيتحملوا كل التكاليف وتصبح تكاليف غارقه لا يمكن استردادها. اذا مرحله الاعداد هي مرحله التاسيس، بيتم فيها تصميم المنتجات ودراسه الجدوى والحصول على التراخيص اللازمه والاعلان عن الشركه، وكل المصاريف اللي تندفع اثناء مرحلة الإعداد بيتحملها المؤسسون. وفي حال عدم التمكن من الانتقال من مرحلة الإعداد لمرحلة الانطلاق، يعني بتروح على المؤسسون، فكل المبالغ اللي تم دفعها تعتبر تكاليف غارقة لا يمكن استردادها. نحن بسوريا يعني على الغالب بتنجح المنشأة البرنامج. حسين لبكتني ما فهمت، حدا فاهم شو عم يصير مع حسين؟ طيب خليني اتابع. اذا هلا معظم الشركات المساهمة اللي نشأت بسوريا بفترة قبل الأزمة، بنك البركة، بنك بيمو، المتحدة للتأمين، البنك الدولي الإسلامي، البنك الشام، كلياتهم بالواقع أسسوهم أشخاص، وبعد ما أسسوهم طرحوا الأسهم تبعهم وانطلقت هالمؤسسات. شركة مساهمة واحدة بس بسوريا عملت تصميم لمنتجاتها وعملت دراسة جدوى واستأجرت مقرات وحطت اعلانات وحصلت على التراخيص اللازمة وتكلفت مبالغ ضخمة جدا جدا، لكن مع الاسف هاي الشركة ما شافت النور، يعني ما قدرت تنتقل من مرحلة الاعداد لمرحلة الانطلاق، وتحمل يلي اسسوا الشركة كل الخسائر الناجمة عن التكاليف اللي تم دفعها وما قدرنا نستردها لانه المنشأة ما شافت النور. برافو عليكم. بال 2011 شو اسمها يا محمد ماهر؟ شو هي اسم الشركة اللي ما شافت النور؟ صح جوابك شركة تأمين، بس شو اسمها مين بيعرف؟ قلوا 10 علامات زيادة.
شو؟ عم تسمعوني أول؟ الشركة الوحيدة اللي خسرته، وش بدي أعملكم؟ الشركة الوحيدة اللي ما شافت النور وتكلفت مبالغ ضخمة، وهي شركة مساهمة ومثل ما قال بالتأمين مضبوط، اسمها شركة شو؟ الشركة الوحيدة اللي ما شافت النور شو اسمها؟ غفران؟ يلا 10 علامات فيها. لا لا، سورية الكويتية شغالة اسمها، لا شركة نور للتأمين التكافلي الإسلامي، شركة نور للتأمين التكافلي الإسلامي هي الشركة الوحيدة يلي ما شافت النور، هي اسمها شركة نور وما ضبطت معها. هذا بالنسبة لمرحلة الإعداد. طبعا شو دور المدير المالي بمرحلة الإعداد؟ المدير المالي بمرحلة الإعداد طبعا ما في مدير مالي، لكن إذا لعب أحد المؤسسين دور المدير المالي هو إنه يأمن التمويل بين الشركاء من المؤسسين اللازم لعمليات التأسيس، سواء التراخيص ولا دراسة الجدوى ولا غير ذلك. طيب خلينا نشوف شو كتبوا عن مرحلة الإعداد. مرحلة الإعداد هي مرحلة تأسيس الشركة، وبتم فيها كل العمليات المتعلقة بإنشاء الشركة، وبتتميز هالمرحلة بتحمل المؤسسين لنفقات التأسيس والإعداد على مستوى المنشأة، وهنا تقوم مديرية الأبحاث والتطوير بعمليات تصميم وابتكار مختلف المواصفات يلي بتميز المنتج وبتلبي احتياجات المستهلك، وتشكل نفقات البحث والتصميم ودراسة الجدوى طبعا جزء كبير من الموازنة العامة للمرحلة هاي. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة الانطلاق. هلأ نجحنا بمرحلة الإعداد وخلصنا ونجحت الشركة بالتأسيس، هلأ بدها تنزل على السوق وتنتج وتبيع. مرحلة صعبة كتير. أنا يا بارعة عملت شركة بتصنع مواد منظفات، سميتها منظفات الطباء على اسمي. المهم بدي نزلها هلأ على المحلات، على السوبر ماركت، يعني هالزباين شو الطباء هذا مرته قالت له لا تجيب لي غير بيرسيل، اوعك تجيب غيره، وهذا متعود يشتري كان لانه ارخص شيء، والتاني الافراح لانه معه هديه متعود عليه، بفوت دغري بيحمله بحطه بالسله. طيب هذا المنتج تبعي موجود، انا شلون بدي بيعه؟ شلون بدي اعرف الناس فيه؟ هذا كله بمرحلة الانطلاق. مرحلة صعبة جدا وأليمة. فأنا الحل عندي لحتى أقدر أقنع المستهلك، بدي أحط سعر أقل من الكل. أحط إعلانات، بدي أحط موظف بقلب السوبر ماركت قول له للزلمة تعال هذا الكيلو حقه 500 ليرة، بينما بقية المنتجات حقه 800 و900، وجودته أعلى، شم ريحته. مدري شو هذا، بدي احط موظفين وبدي احط منتج بجوده عاليه وبدي بيعه بسعر منخفض. والمصيبه الاكبر يا نور الهدى انه انا بتكون الكلفه تبع التصنيع تبعي عاليه، مو بس لانه انا عم صنع بجوده عاليه، لانه انتاجي ومبيعاتي حجمه قليل، وبالتالي تكاليفي الثابته عم تتوزع على عدد قليل من الوحدات، فحصة الوحدة عم تكون من التكاليف ثابتة. لذلك في معظم الأحيان بالدول المتقدمة هالمرحلة لابد من عبورها، وبتكون النتائج خسارة ومتوقعة، انه بالمرحلة بيكون ما في استقرار، وغالبا بتكون نتيجة المنشأة خسارة. خلينا نشوف هالحكي اللي حكيته أنا بطريقتي الخاصة شلون هن عرضوا لنا اياه كتابة. مرحلة الانطلاق هي المرحلة يلي بتميز فيها نشاط الشركة بعدم الاستقرار، وغالبا ما تكون نتيجة الأعمال سالبة، يعني خسارة. ليش؟ بسبب كبر حجم المصاريف الثابتة وانخفاض حجم الإنتاج. هالنتيجة السالبة ما بتسمح بالاعتماد على موارد داخلية كمصدر لتمويل، وهذا بيؤدي إلى اللجوء إلى الموارد الخارجية لحتى نواجه هالاحتياجات المالية.
بلا يا حسين، التكاليف الثابتة تبع المنشأة يعني رواتب الموظفين، إيجار المصنع مثلا طلعوا مثلا 10 مليون ليرة. طب أنت لما عم تنتج وتبيع مليون وحدة بتطلع حصة وحدة 10,000، لكن أنت إذا عم تنتج وتبيع 100,000 وحدة فصارت حصة الوحدة 100 ليرة من المصاريف الثابتة. فأنت لما بتكون بمرحلة الانطلاق عدد الوحدات تبعك اللي عم تبيعها قليل، وبالتالي حصة الوحدة من التكاليف الثابتة بتكون عالية. لا عندك تكاليف ثابتة، تمام نحكي فيها بعدين. طيب هذا إذا بعيد بهالمرحلة بيتميز نشاط الشركة. طبعا اذا الملك انت عندك الاهلاكات، بدك تعمل اهلاكات، وبعدين انت عندك بكل منشأة سواء ملك ولا غير ملك عندك مصاريف ثابتة، عندك رواتب عمال ثابتة، عندك ايجار ثابت، ما عندك ايجار، عندك اضاءة ثابتة، عندك تدفئة ثابتة، عندك معي، فعندك مصاريف ثابتة. هالمصاريف الثابتة كل ما زاد مستوى النشاط كل ما توزعت على عدد اكبر من الوحدات وانخفضت حصة وحدة من التكاليف وزادت قدرة المنشأة على المنافسة وتحقيق الارباح. لكن لما بيكون حجم الانتاج تبعك والمبيعات قليل فالتكاليفك الثابتة ما بعرف شو هي، مش شرط الايجار، معك حق، يعني ممكن اضاءة، ممكن تدفئة، ممكن رواتب، تمام، هدول بده يتوزعوا على عدد قليل وبالتالي تكون حصة عالية. مرة ثالثة في المرحلة بيتميز نشاط الشركة بعدم الاستقرار وغالبا بتكون نتيجة سلبة. ليش؟ بسبب كبر حجم المصاريف وانخفاض حجم الانتاج. هالنتيجة السلبة ما بتسمح لي بالاعتماد على موارد مالية تبعي لانه بتكون مواردي الآلية كثيرة، لذلك ممكن احتاج لتمويل خارجي وهذا بيزيد من الكلفة. المرحلة الثالثة هي مرحلة النمو. سنة وانا عم اقضي بمرحلة الانطلاق، اليوم المنتج تبعي الليتس انشهر بالاسواق، الناس عم تنزل تاخده، فعاليته قوية، سعره مناسب، الامبلاج تبعه حلو، الناس بلشت تترك البرسيل وتترك مدار وتروح تشتري الليتس، منتج جديد يلي نزلته على الاسواق. وكل ما قال الناس عم تنشر الخبر انه هذا المنتج منيح وسعره رخيص ومنافس، دخلنا بمرحلة النمو. يعني المرحلة هاي انا خلص صار منتجي معروف، عم تزيد مبيعاتي، حجم الانتاج عم يزيد، عم تتوزع تكاليفي على عدد اكبر من الوحدات، عم تنخفض حصة وحدة من التكاليف الثابتة، عم تزيد قدرتي على البيع، حصة السوق هي عم تكبر وتكاليفي عم تنقص، وبالتالي عم تزيد قدرتي على المنافسة وتحقيق الأرباح. مواردي المالية حتكون كبيرة بمرحلة النمو، وبما انه السوق عم ينمو فانا بدي اضطر انه شو اعمل؟ اتوسع. عملية التوسع بدها احتياجات مالية كبيرة، لكن انا بقدر مول عمليات التوسع من خلال مواردي الكبيرة لانه حصتي السوقية كبيرة، وهذا بنسميه تمويل ذاتي، وهذا بينعكس ايجابا لصالح المنشأة. دور المدير المالي بالمرحلة هي هو قيادة عملية النمو، يعني يستفيد من الموارد المالية كبيرة ويوظفها بعمليات توسع لحتى ينمو أكثر وأكثر. كمان خليها نقرأ شو كتبوا لنا. كلام الدكتور أحمد سهل ومبسط، لكن نحن لما نراجع المادة كمان بدنا نقرأ. مرحلة النمو قال بتشهد هالمرحلة نمو متسارع بحجم الانتاج والمبيعات، وبصير تحسن بالنتائج والمردودية بسبب تغطية التكاليف بفضل وفرات الحجم، بتزيد احتياجات التمويل لحتى تقوم بعمليات توسع، لكن المنشأة بتقوم بتمويل عمليات توسع عن طريق التمويل الذاتي. المرحلة اللي بعدها هي مرحلة النضج. مرحلة النضج هي مرحلة متقدمة بصير فيها ما عاد في نمو للسوق، بتستقر حصة السوقية بتستقل وبتبلش حتى تتنازل بعض الشيء بسبب دخول منتجين جدد، تكنولوجيا جديدة إلى آخره، إذا بتبلش تبطأ. دور المدير المالي بالمرحلة هاي
انه يحافظ على المنشأة وانه تبقى مستمرة بوضع الحالي مثل ما قلنا لأطول فترة ممكنة قبل ما توصل لمرحلة الزوال. نشوفها مرحلة النضج، هي المرحلة بميل معدل النمو الى الاستقرار والتباطؤ بسبب وصول السوق الى حالة الاشباع من المنتج الحالي. لحتى نتجاوز الحالة لازم تسعى الشركة الى تكثيف جهودها التسويقية، وطبعا تعمل ترويج، تحط امبلاج جديد، تحط عينة، تمام، وبالتالي هذا بيؤدي الى ارتفاع في منحنى التكاليف. بترتكز اهداف الشركة على المحافظة على الوضع القائم لأطول فترة زمنية ممكنة، وذلك بالاستمرار في معدل النمو الحالي. مستوى الإنتاج والمبيعات بيساهم بشكل كبير بتخفيض التكاليف الثابتة وارتفاع مستوى التمويل الذاتي. هذا بالحالة أيضا بيسعى المسؤول المالي لتوظيف السيولة الفائضة، لأنه ليش هم بالحالة هي طالما أنه ما في عملية نمو فما في عمليات توسع، وانت وضعك جيد ما زال، حصتك السوقية ما زالت كبيرة، فلح يصير في عندك فائض بالنقدية، موادك المالية كبيرة لكن ما عندك عمليات توسع لانك انت السوق صار مشبع، وبالتالي رح يصير في فائض. المدير المالي لازم يعرف كيف يتصرف بهذا الفائض. اخر مرحلة هي مرحلة الزوال. مرحلة الزوال هي اخر مرحله من مراحل حياه المنشاه بوضع الحالي كمنتجاتها الحاليه. طبعا ممكن تجدد منتجاتها، تغير فيهم، فبترجع من اول الصف وجديد. بهالمرحله هي الواقع سيء بالواقع، لذلك لازم المنشاه على الغالب تسرح بعض العمال، تخفض من تكاليفها الثابته، تحاول انه تصفي اعمالها بطريقه ما تتعرض لخسارة كبيرة. تعتبر مرحلة الزوال بداية نهاية حياة المنتج وآخر حلقة من حياة الشركة بنشاطها الحالي. بتضح ذلك من خلال الانخفاض الكبير برقم الأعمال وفقدان تدريجي لحصتنا السوقية. هذا بيدفع المسؤولين للبحث عن تصميم جديد للمنتجات أو البحث عن أسواق جديدة. طبعا شو مطلوب منكم؟ مطلوب منكم أن تميزون عن بعض. لأعطيكم سؤال واحد من الأسئلة اللي ممكن تجي. مرحلة الانطلاق هي، طبعا أسئلة خيارات متعددة، بعيد، مرحلة الانطلاق هي تلك المرحلة التي يتم فيها تأسيس الشركة، والتي تتم فيها كل العمليات المتعلقة بإنشاء الشركة. اثنين، هي المرحلة التي يحصل فيها نمو متسارع بحجم الانتاج والمبيعات وتحسن بالنتائج والمردودية. ثلاثة، هي المرحلة التي يميل فيها معدل النمو الى الاستقرار والتباطؤ بسبب وصول السوق الى حالة الاشباع. اربعة غير ذلك. ايه الجواب الصح؟ اربعة. الجواب الصح اربعة، لانه مرحلة الانطلاق هي المرحلة التي يتميز فيها نشاط الشركة بعدم الاستقرار، وغالبا بتكون نتيجة الاعمال سالبة. ننتقل للاداة التالية اسمها مصفوفة بوستون. مصفوفة بوستون مجموعة من الباحثين مسمين حالهم مجموعة بوستون الاستشارية، عملت دراسة استمرت لفترة طويلة لوضع مصفوفة تبين وين نحن موجودين. ارتكزت هاي المصفوفة على سؤالين. السؤال الاول، حصتنا السوقية كبيرة ولا قليلة؟ السؤال الثاني، السوق عميل مو ولا لا؟ اعطيني جواب على هالسؤالين يا نور الهدى لقلك انت وين موجودة بالمصفوفة. تم وضع المصفوفة بهذا الشكل، ومثل ما كنت شايفين السهم الافقي بيوضح الحصة السوقية، ورأس السهم بدل على انه الحصة السوقية كبيرة، بينما انا اذا كنت عند الزيل معناتها حصة السوقية ضعيفة. المؤشر الثاني هو المؤشر العمودي يلي عم يشير لمعدل نمو السوق. فاذا كان السوق عم ينمو فانا بكون عند رأس السهم،
اما اذا السوق مع مين مو فانا بكون عند الزيل. هلا اذا عندي سؤالين، حصة سوقية كبيرة ولا صغيرة، والسوق عم ينمو ولا لا. هلا بعد بلاقي طبعا كل واحد له احتمالين، تقاطع 2 مع 2 يساوي 4 احتمالات. فاذا كانت حصة سوقية كبيرة فانا معناتها يا بحالة النجوم يا بحالة البقرة الحلوب. اما اذا حصة سوقية صغيرة فانا بدي اكون بحالة المأزق او البطة المتعسرة. طيب اذا كان السوق عم ينمو فانا بكون يا بحالة النجوم يا بحالة المأزق. اذا السوق ما عم بينمو وبوصل لمرحلة الاشباع فانا بكون يا بحالة البقرة الحلوب او البطة المتعسرة. بشكل اخر، اول احتمال حصة سوقية كبيرة والسوق عم ينمو، معناتها انا بحالة النجوم. فرأس برأس، معناتها انا هون السوق عم ينمو، معناتها انا هون او هون، وبما انه حصة سوقية كبيرة معناتها انا هون. اذا حالة النجوم بتكون فيها المنشأة باحسن حالاتها، وبتكون حصتها السوقية كبيرة والسوق عم ينمو. هلا بما انه الحصة السوقية كبيرة فاولا رح تكون مواردنا المالية كبيرة، ثانيا رح تكون التكاليف تبعنا منخفضة بسبب وفرات الحجم، لانه انا بهالحالة هاي لما عم بنتج وبيع كميات كبيرة رح تتوزع تكاليفي الثابتة على عدد كبير من الوحدات وتنخفض حصة وحدة من التكاليف. وبما ان السوق عم ينمو فانا فورا لازم اقوم بعمليات توسع لاستفيد من عملية نمو السوق. عمليات توسع بتتطلب مني احتياجات مالية كبيرة، لكن انا عندي موارد مالية كبيرة تمكنني انه غطي الاحتياجات المالية اللازمة لعمليات توسع بتمويل ذاتي، وهذا بينعكس ايجابا على المنشأة. هذا بالنسبة لحالة النجوم. كمان خلينا نقرا هن شو كتبوا لنا عليها. قال حالة النجوم هي تمثل الحالة المثلى حسب هذا التحليل. تتميز الشركة فيها بمعدلات نمو مرتفعة برقم الأعمال، وبتكون حصتها السوقية بأعلى مستوياتها. كما يشهد السوق معدل نمو مرتفع، السوق عم ينمو، الامر الذي يجعل الشركه تتمتع بوضعيه تنافسيه قويه. ليش؟ لانه الاستحواذ على حصه السوق اكبر وبالمقارنه مع المنافسين الحاليين، وبينتج عن ذلك ارتفاع كبير بمستوى النشاط والجهود الاستثماريه يعني التمويل، وهذا بيجعل الشركه تحقق ارباح مرتفعه بتمكنها من تمويل احتياجاتها المالية الضرورية اعتمادا على التمويل الذاتي. نتيجة لذلك بينخفض لجوءها للاستدانة، وبتشهد الشركة حالة توازن بالخزينة بسبب توليد السيولة واستهلاكها. يعني هو بسبب حصة سوقية كبيرة عم يجي موارد مالية كبيرة، لكن هو عم يستخدم هالموارد بعمليات التوسع، فهو عم يولدها وعم يستهلكها. دور المدير المالي بهالمرحلة هو التحكم الجيد بعملية النمو. يعني كل شيء بحققه بالموارد يعرف كيف بده يقوم فيه بعملية استثمار وتمويل لحتى يقدر يرفع من كفاءة الشركة ويزيد من حصتها السوقية. الحالة الثانية هي حالة البقرة الحلوب. لما بتكون انا حصة سوقية كبيرة لكن السوق ما عم ينمو فانا بكون بحالة البقرة الحلوب. وبحالة البقرة الحلوب بيكون الوضع جيد جدا كمان، بس النجوم افضل. ليش؟ بحالة البقرة الحلوب بتكون حصة سوقية كبيرة، وبالتالي بتكون موازي المالية كبيرة، وبتكون تكاليفي منخفضة لانه عم بنتج وبيع كمية كبيرة من الانتاج، فالتكاليف عم تتوزع على عدد كبير من الوحدات وعم تنخفض
حصلت وحده من التكاليف وعمليه قدرتي على المنافسه وتحقيق الارباح. لكن بما ان السوق ما عم ينمو فانا ما بقدر اقوم باي عمليه نمو او توسع، لذلك حتكون احتياجاتي الماليه منخفضه. لحاله البقر الحلوب لاحظوا الاحتياجات الماليه وين بنكون؟ منخفضه. فرح يؤدي ذلك انه يصير في عندي موارد ماليه كبيره احتياجات ماليه قليله، فرح يتولد معي فائض بالسيوله. ما هيك؟ لما بتكون الموارد اكبر من الاستخدامات شو بصير؟ في عندنا فائض. دور المدير المالي انه يعرف كيف بده يتصرف بهذا الفائض، سواء انه يشتري اسهم بشركات ثانيه ناجحه او يفتح خطوط انتاج جديده او يعمل يفتح مجال جديد للاستثمار. هذا بحاله البقره الحلوب. حاله البطه المتعسره، المأزق. امتى بكون انا بحاله المأزق؟ لما بتكون حصه سوقيه صغيره لكن السوق عم ينمو. لاحظوا حصه سوقيه صغيره والسوق عم ينمو، فانا بكون بحاله المأزق، بالمربع تبع المأزق. وبهيك حالة ليش أنا بمأزق؟ يعني مثل واحد فايت على السوبر ماركت، صوري يا وداد، وقالوا هو معه 1000 ليرة بس، وفي بقلبه شاشات وفي كمبيوترات وفي كذا. هذا بدول الخليج، صارت معي مرة بفرنسا. شو بيقولوا؟ بيقولوا هلا خلال ربع ساعة اي شيء موجود بالمنشأة ب5000 ليرة. هو حقه 100,000 ولا 200,000 ولا 500,000، اي منتج بتاخذه ب5000 ليرة. بفرنسا كانوا يقولوا بالمناطق اللي فعلا فيها منتجات رائعة وخاصة بالالبسة او السوبر ماركات، اي شيء خلال ربع ساعة مثلا ب10 يورو، اي شيء بتاخذه ب10 يورو. تمام؟ او بيقولوا انه تخفيض اي شيء ب10% من قيمته. تمام؟ اذا بدهم وهكذا. المهم فهو مو قادر، ما معه غير 1000، فبيكون اكلها. يعني منيح اللي ما بينجلط. ما هو موجود بقلب السوبر ماركت وحامل 1000 ليره وما معه غيرها، وهن عم يقولوا اي غرض ب 5000، تلفزيون، شاشه، كمبيوتر. مصيبه، كارثه. هون نفس الشيء، السوق عم ينمو قدام عيونه وفي طلب وماله مشبع السوق، وانا حاسه السوقيه قليله. طيب شو بدي اعمل؟ اذا بدي اعمل توسع بده احتياجات ماليه كبيره وانا مواردي الماليه ضعيفه. بدي اعمل حمله اعلانيه مكلفه وانا ما معي موارد ماليه كافيه. طيب اذا الحل، انا ممكن اخذ قرض وقوم بعملية توسع كبيرة، عفوا لا، حملة اعلانية كبيرة لحتى اقدر ازيد حصتي السوقية. اذا قدرت كمدير مالي باي طريقة من الطرق زيد حصتي السوقية، فبكون قفزت بالمنشأة من حالة المأزق لحالة النجوم. تمام؟ وهون بكون نقلت من وضع سيء لوضع ممتاز. اخر حاله، حاله البطه المتعسره. حاله البطه المتعسره المنشاه بتكون باسوء حالاتها، واقع سيء بكل المجالات، الحصه السوقيه ضعيفه والسوق ما عم ينمو مشبع، والموارد الماليه تبعي ضعيفه، ما في اي امل. الافضل انه صفي اعمالي وابحث عن منتجات جديده او اسواق جديده. هذا بحالة البطة المتعسرة. طبعا المدير المالي شفتوا انتو من خلال تحديده الاستراتيجي لمنشأته المالية اللي عم يشتغل فيها وين موجودة، بده يعرف شلون بده يتصرف. طبعا دوركم هون بالفحص مثل دوركم بالدورة حياة المنشأة، تعرفوا كل مرحلة بايش تتميز لحتى تميزوهم عن بعض حتى ما تلخبطوا فيهم. واضح هو الفرق بيناتهم، واضح 100%، ما هيك؟ ما زخ حقيقي. المهم
هذا بالنسبه للادوات اللي ممكن نستعملها بالتوصيف الاستراتيجي للوضع المالي للمشاهد. خلينا نقراهم مع بعض، ما في شيء. حكينا عن وضعيه النجوم بعيده مره ثانيه، هي حاله مثلى بحسب هذا التحليل تتميز شركه بمعدل نمو مرتفع برقم الاعمال، بتكون حصتها السوقيه باعلى مستوياتها، بيشهد السوق معدل نمو مرتفع، الامر اللي بيخلي الشركه تتمتع بوضعيه تنافسيه قويه لاستحواذها على حصه سوق اكبر من المنافسين، بينتج عن ذلك ارتفاع كبير بمستوى النشاط والجهود الاستثماريه، يعني توسع، هذا بيجعل الشركه بتحقق ارباح مرتفعه بتمكنها من تمويل احتياجاتها الضروريه لعمليات توسع اعتمادا على تمويل ذاتي، ونتيجه لذلك بينخفض لجوءها للاستدانه، وتشهد الشركه حاله توازن بالخزينه بسبب توليد السيوله واستهلاكها بنفس الوقت. الاتجاه الاساسي او الدور الاساسي للمدير المالي هو التحكم الجيد بعمليه النمو. مرحله البقره الحلو، اي البقره الحلو تعتبر حاله جيده جدا، تتميز بانه الارباح فيها بتكون عاليه لانه حصتنا السوقيه كبيره، وبيكون التكاليف منخفضه لانه نحن بالواقع عم ننتج كميه كبيره ونبيعها، وبالتالي تكاليفنا الثابته هلا ضيقه يا مناف، عم نوزعها على عدد كبير من الوحدات، لكن تكاليف استثماريه ما في لانه السوق مشبع وما بدنا نقوم باي عمليه توسع. بتكون الشركه مستقره وحصتها السوقيه عاليه، وهذا بينعكس على مستوى الارباح وبالتالي على وضعيه الخزينه، تشهد باعلى حاله توازن. تتميز الشركه باحتلال موقع تنافسي قوي بمكنها من الهيمنه على السوق، ونتيجه لذلك تنخفض جهود الاستثمار لانه ما في توسع، هذا بيولد سيوله فائضه بسبب عائديه منتجها وانخفاض الاحتياجات الماليه. بتنصب اهتمامات المدير المالي بهالمرحله على ايجاد توظيف للسيوله الفائضه بالمشروع. الحاله الثالثه حاله وضعيه المازق. بهالحاله هي بنلاحظ انه الشركه عم تنشط بسوق واعده بتتميز بمعدل نمو مرتفع لكن حصتها السوقيه متواضعه. بنلاحظ ايضا بالحالة عدم التناسب ما بين الموارد المالية والاحتياجات، هون بالعكس الموارد قليلة والاحتياجات كبيرة. طبعا الشركة لازم تقوم بعملية تنشيط جهودها التسويقية لحتى تزيد الطلب وتزيد حصتها السوقية وتقفز بالمنشأة من حالة المأزق لحالة البقرة لحالة النجم. اخر حاله قلنا وضعيه البطه المتعثره. بالحاله بنلاحظ انه الشركه عم تعيش واقع سيء لا توجد فيه اي بوادر او افاق للنمو والبقاء. لازم المنشاه بهيك حاله تصفي اعمالها وتبحث عن اسواق جديده. هلا بنرجع للتسميات اللي عم بيقول عنها، هلا ليش تسموها هيك ما بس القصه وين؟ عندي عند البطه المتعثره بالمراجع الأجنبية جبت لكم المصفوفة، فطلعت معي هاي المصفوفة نفسها. طبعا واضح انه هاي حالة النجم وهي البقرة الحلو وهي حالة المأزق، لكن هون وين البطة المتعثرة؟ انا شايف كلب خمول، فما بعرف تسمياته باللغة الإنجليزية مختلفة شوي. الكلب الخمول بسموه الكلب الخمول، نحن عنا بكل المراجع العربية مترجمينها للبطة المتعثرة، ما بعرف يعني بقى حلوها معي مو مشكلة. طيب خلينا نحكي خمس دقائق بس آخر شيء عن المدير المالي. المدير المالي بالواقع هلا بده يلعب لعب كتير حلو بالدروس الجاية. المدير المالي بالواقع اختلفت مهمته عن الماضي. بالماضي المدير المالي كان دوره كتير بسيط، اليوم بسبب الانفتاح بسبب الانترنت بسبب العولمة دور المدير المالي صار أصعب كتير. صار لازم يراقب مو بس الأسواق الداخلية والخارجية، لازم يعرف أسواق رأس المال، لازم يعرف كل المعلومات يلي بتفيده لحتى ينجح بعمله ويشوف وين
ممكن يخفض التكاليف وممكن ممكن يزيد الانتاج. المدير المالي بالواقع مكانه بالهيكل التنظيمي كثير دقيق. اذا شفنا هيكل تنظيمي لاي مؤسسه بنلاحظ انه الاداره الماليه تقع بموقع تحت مظله البيئه، وتوقع يقع بوسط كل الفعاليات الانتاج والتسويق والشراء والبحث والتطوير، وهو سلة الوصل مع الاشخاص دول. كل المدراء بدهم معلومات من الادارة المالية، لذلك الادارة المالية تقوم بعمليات الرقابة والتخطيط يلي شفناها، نقطة تعادل، نقطة حد السواء، نقطة تماثل السعر، سعر البيع الامثل، فهذا كله يدخل بالرقابة الادارية يلي بيلعبها المدير المالي. والرقابة الإدارية يا بارعة ما بقصد فيها انه فقط انه منع التلاعب والسرقة، وانما هي الاستخدام الامثل للموارد المتاحة للمنشأة. واذا هذا الدور تبعه قمنا فيه لحد الآن، يلي هو التخطيط والرقابة، التحليل المالي، الرقابة المالية، نقطة التعادل، نقطة حد السواء، حساب الحجم الاقتصادي للطلبية، هذا كله بيدخل تحت عنوان التخطيط والرقابة الإدارية. بيصفى عليه مهمتين أساسيتين هي الاستثمار والتمويل. رح ناخذ كل واحدة محاضرتين أو ثلاثة عن الاستثمار. الاستثمار لما المنشأة بدها تستثمر بدها تحط مئات الملايين. هالمئات الملايين يا نور الهدى في خطر اذا المدير المالي ما اختار الاستثمارات بشكل جيد، ممكن انه يخطئ وبيروح على المنشأة مئات الملايين لا يمكن استردادها. فلذلك لازم المدير المالي يعرف اهمية الاستثمار، يعرف قيمة النقود شلون تنحسب، يعرف يفاضل بين بدائل الاستثمار، لانه قد ما كانت الموارد المالية كبيرة انت عندك فرص استثمار هائلة، فلازم تبحثي عن افضل فرصة. هذا اللي حعلمكن عليه. ايضا رح ناخذ محاضرتين عن التمويل، كيف نمول رأس المال الثابت، كيف نمول رأس المال العامل، كيف نختار لكل عنصر. وهذا الحكي قلت لكم يا اذا بتذكروا بالتحليل المالي انه الموجودات تبع المنشأة بالمالية ما بنسميهم موجودات، بنسميهم استخدامات الاموال، وكل استخدام له مصدر ملائم. فالموجودات الثابتة الاراضي والمباني الافضل مصدر لها هو عن طريق اصحاب المنشأة رأس المال، او عن طريق الارباح المحتجزة، او قرض مصرفي طويل الاجل. بينما البضاعة والمواد الأولية بنمولهم عن طريق تمويل داخلي، ائتمان تجاري، نرفع السماعة نطلب احتياجاتنا إلى آخره. هلا بجاوبك حسين بس لخلص، إذا ممكن دقيقتين بس وبخلص وبقول لك. هذا بالنسبة للمهام. طبعا إذا قدر ينجح المدير المالي بالمهام الثلاثة الملقاة على عاتقه يلي هي الرقابة المالية والاستثمار والتمويل، هذا بينعكس ايجابا على المنشأة اكثر من مدراء الانتاج والتسويق الى اخره، وبيؤدي الى زيادة الارباح وارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وممكن يزيد الطلب على الاسهم تبعنا وترتفع قيمة الاسهم. المدير المالي بالواقع حتى ينجح مو مما كان بيقدر يكون مدير مالي، لازم يكون مثل حكايتكم بيتمتع بالذكاء، سرعة البديهة، القدرة على التحليل والتفكير العلمي، المرونة، وأيضا لابد أنه يكون عنده حصيلة علمية عالية، ويفضل أنه يكون أخذها عن طريق الدكتور أحمد طبع. هذا كل شيء متعلق بالإدارة المالية. هلأ نحن اليوم هي محاضرتنا رقم 9، يعني نحن حنعطي 16 محاضرة. توزيعهم هو على الشكل التالي: عندنا محاضرتين عن الاستثمار، ومحاضرتين بيان محاضرتين استثمار، ومحاضرتين تموين، ومحاضرة ناخذ فيها مجموعة من الأدوات المالية يلي بتمكن من رفع الكفاءة المالية للمنشأة.
صاروا خمسة، بيبقى تنتين. هدول التنتين بناخدهم بشهر 8 قبل الفحص، بنعمل فيهم مراجعة كاملة وتدريب على الأسئلة اللي ممكن تجي بالفحص. واضح؟ هذا كل شيء عندي، ما أكثر من هيك. شكرا لحضوركم، شكرا لمتابعتكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هالمحاضرة. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء. هلا انا ممكن كسبت لكم وانهي لكم قبل 18 تموز، وممكن انه لا. ليش حتى نكسبت؟ نحن حنستمر لحتى ما نقطع المادة، ناخذ المحاضرة ساعة وربع ساعة ونص كل يوم جمعة، وبعتقد انه هيك بنتم على تواصل مع المادة وعم نراجعها بشكل دوري. فأنا هذا رأيي. فلا ثلاثة كيلو هما، خلينا ماشيين بهدوء شو نسميها، ثقة بالنفس منيحة. يلا شكرا لكم.